استقبل حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المعظم حفظه الله ورعاه يوم أمس في مقر إقامة جلالته في أبو ظبي أخاه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة. جاء ذلك بحضور الفريق الركن سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة ممثلي جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب، مستشار الأمن الوطني قائد الحرس الملكي، والعقيد الركن سمو الشيخ خالد بن حمد الخليفة قائد قوة الحرس الملكية الخاصة، النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة، رئيس الهيئة العامة للرياضة، رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية. وفي بداية الاستقبال رحب جلالة الملك المعظم بأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، معربا جلالته عن شكره وتقديره لسموه على زيارته الكريمة، متمنيا لسموه وافر الصحة والسعادة ودوام التوفيق والسداد. وجرى خلال اللقاء تبادل الأحاديث الودية التي تعبر عن متانة الأواصر الأخوية الراسخة التي تجمع دولة الإمارات ومملكة البحرين وشعبيهما، سائلين الله عز وجل أن يديم على البلدين نعم الأمن والاستقرار والازدهار. وأشاد حضرة صاحب الجلالة حفظه الله ورعاه بخصوصية العلاقات الأخوية الراسخة بين البلدين الشقيقين، والتي تشكل نموذجا متميزا ومثالا يحتذى به للعلاقة بين الأشقاء الذين تربطهم روابط الأخوة ووحدة الرؤى والمواقف والمصير المشترك. وأعرب جلالته عن أخلص تمنياته لدولة الإمارات العربية المتحدة وشعبها الشقيق بدوام التقدم والنماء والتطور تحت قيادتها الحكيمة حفظها الله. وخلال اللقاء أكد جلالة الملك المعظم حفظه الله ورعاه وأخوه صاحب السمو رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الحرص على مواصلة نهج التشاور الأخوي لما فيه خير شعبيهما، وتبادل وجهات النظر بشأن عدد من القضايا ذات الاهتمام المتبادل. كما تناول اللقاء جوانب العمل المشترك والسبل الكفيلة بدعمه في جميع المجالات التي تتسق مع جهود التنمية وتسهم في تحقيق تطلعات شعبي البلدين ومصالحهما المشتركة انطلاقا من الروابط الأخوية المتينة التي تجمعهما. حضر اللقاء سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير ديوان الرئاسة بدولة الإمارات، وسمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي، وسمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان، وسمو الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان، ومعالي الشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان مستشار الشؤون الخاصة في ديوان الرئاسة، ومعالي الشيخ خالد بن أحمد الخليفة وزير الديوان الملكي، ومعالي الشيخ خالد بن أحمد بن محمد الخليفة مستشار جلالة الملك الشؤون الدبلوماسية، وعدد من كبار المسؤولين في المملكة.